رغم منع الحكومة لاستيراد السيارات لأزيد من 4 سنوات وتوقيف مصانع التركيب، لم يتوقف الجزائريون في هذه المدة من استيراد آخر صيحات السيارات إلى الجزائر عن طريق رخص المجاهدين. ومن بين هذه السيارات التي شهدت نجاحا كبيرا في الأسواق الأوروبية والتي دخلت الجزائر مؤخرا هي فولكسفاجن تيغوان الجديدة كليا ترقيم 2022، والذي يتم تسويقه من طرف الكثير من المواطنين من مختلف الولايات وبمختلف الأنواع. وبالنسبة لأسعار وأنواع فولكسفاجن تيغوان موديل 2022 في الجزائر، يعرض للبيع بطرازين. الطراز الأول مزود بمحرك 2 لتر تي دي يولد قوة 150 حصان، متصل بعلبة سرعات أوتوماتيكية من 7 سرعات، ويعرض هذا النوع بسعر ما بين 960 مليون و 990 مليون سنتيم. أما الطراز المزود بمحرك 2 لتر تي دي يولد قوة 200 حصان، متصل بعلبة سرعات أوتوماتيكية من 7 سرعات، ارتفع سعره إلى 1,350,000,000 سنتيم. وتسوق هذه السيارات جميعا برخصة المجاهدين، أين يوثق المشتري عقدا مع البائع عند الموثق مفاده أن تكتب الوكالة على اسمه على أن تنتقل ملكية السيارة له بعد 3 سنوات، ويمكنه في هذه المدة إعادة بيع السيارة عن طريق بيع الوكالة. سلام.